بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نظرا لما نمر به في هذه المرحلة المفصلية وسط المتقلبات الدولية عسكريا وسياسيا، ولعدم ثقتنا بهذا النظام الغاشم وحلفائه وهدنته، ومع انتهاء العام الخامس لثورتنا السورية المباركة التي قدمت الكثير وما زالت تقدم إلى الآن، فكان لزاما علينا في ظل هذا التزايد المضحوظ في أعدادنا وتشكيلنا وتماشيا مع مسؤولياتنا تجاه هذا الشعب العظيم أن نضع اللونة الأولى في طريق التوحيد ورص الصفوف. نعلن نحن لواء العمليات الخاصة في فرقة فلوجة حوران الجبهة الجنوبية عن إعادة هيكلة وتنظيم لنصبح تجمع ألوية العمليات الخاصة في فرقة فلوجة حوران والتابع للجبهة الجنوبية. أبو عدنان الحمور قائدا عام للتشكيل، أبو جواد وسيم قائدا عسكريا للتشكيل. الله أكبر. لواء المشاة بقيادة محمود أبو العز. الله أكبر. لواء الدفاع الجوي بقيادة عبد الحمور أبو حسين. الله أكبر. لواء المدفعية والهاون بقيادة ربيع النابلسي. الله أكبر. كتيبة الهندسة بقيادة محمد أبو يامن. الله أكبر. كتيبة الشؤون الإدارية بقيادة فايز أبو حسان. الكتيبة الأمنية بقيادة أيمن أبو فراس. سرية المداهمة بقيادة محمد النابلسي. وذلك حرصا منا على المتابعة حتى تحقيق النصر وأهداف ثورتنا العظيمة. عاشت سوريا حرة أبية، فلا نامت أعين الجبناء، والله من وراء القصد. الله أكبر.